أهلا بكم بمشاهدين الكرام. اليوم 16 من سبتمبر هو ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار أيضا من مدينة سرت. اليوم كان هناك عطلة بسبب أو ليوم الشهيد. أيضا اليوم مدينة سرت شهدت, يعني اليوم قمنا بتصوير على تمام الساعة الثامنة صباحا للإدارة العامة للدعم المركزي, حيث كان هناك جمع صباحي وتوزيع الدوريات على بعض المفترقات الرئيسية والمرافق الحيوية أيضا حتى عن مداخل ومخارج مدينة سرت. إذا ما تحدثنا بصفة عامة عن وصول الوقود إلى المدينة, بالأمس وصلت سيارات الوقود لبعض المحطات, نشهد النقص أو تلاشي أزمة الوقود خلال يومين, لربما نهاية الأسبوع سوف تنتهي أزمة الوقود. أيضا كان بالأمس وأول أمس كان لدينا عدة جولات في عدة مقرات حكومية, ما رصدناه هو عزوف بعض الموظفين عن تأدية أعمالهم, وأيضا حتى الوصول إلى أو حتى متابعة سير أعمالهم داخل المؤسسات. ربما هذا الشيء مما أدى إلى احتقان هنا في الشارع في مدينة سرت. أيضا هناك عزوف بعض الجهات الخدمية عن العمل في بعض الأمور الحياتية هنا في مدينة سرت. أيضا غياب تام للحكومة وقطاعات الحكومة داخل المدينة, ربما في أكثر من نشرة وتحدثنا مع الأعيان والحكماء هنا في سرت, تحدثوا عن أن يجب وصول أو تشكيل لجنة أزمة من قبل الحكومة الليبية المؤقتة لمتابعة أحوال المدينة وأيضا تسئيل العقبات أمام المواطنين. لربما هذه المدينة هي تعتبر المدينة الأهم هذه الأيام, الحديث العالم الجميع يتحدث عن مدينة سرت في ظل غياب لجنة من قبل رئاسة الوزراء لتفقد أحوال المواطنين والمدينة. الأبرز والأهم خلال هذا الأسبوع هو كان بدء امتحان التعليم الأساسي, وبداية الأسبوع القادم سوف يكون هناك امتحانات للشهادة الثانوية وللجامعة. دعوني الآن أستقبل في هذه النشرة رئيس اللجنة العلمية بجامعة سرت. أولا دكتور, أهلا وسهلا بك. أهلا بك. حدثنا, يعني ما جاهزية الجامعة لاستقبال الطلبة وكم عدد الطلاب المستهدفين وكيف تم وضع هذه الامتحانات, وخصوصا بأن الدراسة متوقفة منذ قرابة 5 أشهر؟ السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الجامعة بناء على اجتماع مجلس الجامعة قرر السيد رئيس الجامعة تشكيل 3 لجان لإجراء امتحانات الفصل الخريف الامتحانات النهائية, وفعلا تم وضع الجداول قبل 9/8, ولكن نتيجة للاحترازات وتوصيات اللجنة العليا في تأجيل الامتحانات لمدة شهر, تأجلت الامتحانات, وبعدين صدر قرار من الوزارة باستئناف الدراسة والامتحانات, وفعلا بدأنا الرتب لهذه الامتحانات ابتداء من 19/9 اللي هو يقابل يوم السبت القادم. طبعا الجامعة شكلت 3 لجان, لجنة علمية برئاستي, وهذه اللجنة تقوم بإعداد الجداول بحيث أن الأعداد اللي تدخل الجامعة تكون أعداد معقول, يعني تتناسب وتتوافق مع التوصيات اللي وضعتها اللجنة. فنحن رغم أن حوالي 6000 طالب عندنا بيدخلوا الجامعة للحرم الرئيسي, ولكن تم ترتيب الامتحانات بحيث أن يكون لا يتجاوز العدد 500 إلى 550 طالب في اليوم في الوقت الواحد. فبالتالي الجامعة استطاعت بهذه الطريقة أن تجري الامتحانات لمدة 5 أسابيع, هن صح متسعت شوي, ولكن هذه يمكن يساعدنا الطالب في المراجعة نتيجة الظروف اللي تمر بها المدينة. فوضعنا 5 أسابيع الامتحانات بحيث أن يكون وعاء زمني مريح لإجراء الامتحانات. طبعا الطلبة بعض الطلبة أكملوا جزء من امتحاناتهم قبل الإيقاف والآن بيستكملوا امتحاناتهم. الطلبة الذين يعني مثلا يسكنوا في القسم الداخلي, في بعض الطلبة يسكنوا في القسم الداخلي, هذه ما طبعا نتيجة الظروف اللي موجودة ونتيجة المكان غير مناسب الآن لاحتواء طلاب من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب, وبالتالي في صعوبة. اللجنة ما أوصتش بإقامة جماعية للطلاب, وبالتالي الطلاب هذين ما
تواصل السيد مسجل العام مع الجامعات ان يديروا لهم استضافه، يديروا امتحاناتهم ويستكملوا دراستهم، والطلاب اللي ما يقدروش يديروا ما يحصلوش حنديروا لهم امتحانات في اوقات اخرى. الطلاب اللي عندهم ايضا عائلاتهم وعندهم تحت الحجر الصحي ايضا حتى هم نرصدوا فيهم ونحصروا فيهم وحنديروا لهم امتحانات خاصه بهم ايضا. أنا رسالتي لأولياء الأمور وللطلاب أنهم الآن هذه فرصة جيدة رغم أن الوضع صعب، ولكن نحن إتمام من الامتحانات نعتبر أتممنا رسالتنا العلمية، وكثير من الطلبة حيتحصلوا على شهادات متخرجهم نتيجة يعني إتمام هذه الامتحانات. وايضا رسالتي ايضا ان ما يرعبوا ما يصارش لهم الرعب هذا ان الامتحانات وكورونا كذا. راي الجامعه اتخذت كل الوسائل الطبيه وشكلت لجنه طبيه من اعضاء التدريس في كليه الطب ويتابعوا، واتبعنا كل الوسائل، التباعد الاجتماعي وفق توصيات منظمه الصحه العالميه واللجنه الرئيسيه، اللجنه العليا واللجنه الرئيسيه. الامور امتحانات عاده نديروا فيها، هذه كل سنه نديروا فيها، ما فيش اشكاليه. فقط الجديد في الموضوع اللي هو مرض كورونا، لكن الجامعة احتاطت راه بشكل جيد، والحمد لله الآن الوعي الطلبة وأولياء الأمور أصبح فيه وعي. قبل 4 شهور 5 شهور كلهم طلبة يجيبوا كماماتهم والتعقيم، ونحن الآن الجامعة بتبذل كل جهدها في أن تتم الامتحانات في الوقت المناسب. وإن شاء الله أتمنى للطلاب ولأولياء الأمور التوفيق، خاصة أن تصاحبها امتحانات في الثانوية العامة، عارف أن جهد كبير على الأهالي، لكن راهو خلال الأسابيع القادمة حينجزوا أولادهم كل الامتحانات في الثانوية وفي الجامعة، وبالتالي يعتبر هذا إنجاز جيد، خاصة أنهم نستقبلوا عام دراسي جديد. نحن إذا أنجزنا الامتحانات خلال هذه الفترة حنستقبل الدراسة زينا زي الجامعات الثانية في الوقت المناسب، ونكون طلبتنا تحصلوا على ما يكفي من المعلومات ومن إكمال الدراسة، بحيث أن نستفيد كلنا والجامعة تكون في وضع جيد. نعم، شكرا جزيلا دكتور، لربما استرسالك في الحديث يعني لم يشعل لنا المرصة للسؤال، شكرا جزيلا لك. أنتقل مشاهدينا الكرام الآن إلى يعني إلى رئيس اللجنة الطبية في جامعة سرت. دكتور، أولا أهلا وسهلا بك. مرحبتين، أهلا وسهلا. لربما هاجس كورونا الذي أصبح هاجس للعالم بأجمع يعني، وأيضا ارتفاع عدد الإصابات يضع على عاتقكم مهمة صعبة جدا، وهو بتعقيم المرافق الدراسية داخل الجامعة، وأيضا إجراء الاحترازات الكاملة لوقاية الطلبة من هذا الفيروس. أولا دكتور، حدثني ما هي الإجراءات التي اتخذتموها كلجنة طبية، وهل تم فعلا تعقيم الحرم الجامعي وأيضا المرافق داخل الجامعة وحتى القاعات؟ نعم، الحقيقة سيتم وضع عدد 2 خيم لما يسمى بالترياج، واحد للطالبات وواحد للطلاب. يتم من خلال هذا الخيم لقياس الحرارة عن بعد، وأيضا تعقيم الطلاب قبل دخولهم. سيتم رش إن شاء الله يوم الجمعة قبل الامتحان بيوم كل ساحات الجامعة والطرقات والمباني. أيضا سيتم تعقيم كل المقاعد الدراسية والقاعات الدراسية والمدرجات. أيضا وضعت تعليمات اللجنة الطبية عدم دخول الحافلات إلى الحرم الجامعي، عدم دخول الزوار والمرافقين للحرم الجامعي، يعني هذا إلزام الطلاب بارتداء الكمامات قبل دخولهم للجامعة. يعني كل الإجراءات الاحترازية الحمد لله احنا جاهزين لها ووضعناها. أيضا التباعد الاجتماعي، قامت اللجنة الطبية بالإشراف على القاعات الدراسية والنظر في عملية التباعد الاجتماعي ما بين المقاعد ما بين الطلاب، وحددنا الحقيقة يعني ألا تقل المسافة عن 2 متر ما بين الطالب والطالب. أيضا وضعنا مسارات ما بين في مداخل القاعات حتى باش ما يكونش في ازدحام، تمنع الازدحام من دخول الطلاب إلى القاعات. تم التنسيق مع جهاز الخدمات برش طبعا التعقيم بكل مباني الجامعة. أيضا حيتم إن شاء الله يعني بإذن الله ممكن يوم الجمعة حتوصلنا شحنة من أجهزة التعقيم أو أدوات التعقيم اللي حيتم فيها تعقيم المقاعد، وطبعا كل الأدوات اللي إن شاء الله حنستجلبها هي وفقا للمعايير العالمية. طبعا هذه جائحة مجتاح العالم كله،
التباعد الاجتماعي مطلوب، ثقفوا الطلاب الحمد لله وثقفوا المجتمع، يعني يجب أن نتعايشوا معها ولكن بإجراءاتنا الاحترازية. اللجنة الطبية الحقيقة وضعت كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة في إن شاء الله استئناف الدراسة بعون الله. نعم، شكرا جزيلا دكتور وشكرا على هذا الإيضاح. ربما أطلت الحديث اليوم في هذه المداخلة، نعتذر من الزملاء لأخذ وقت طويل خلال هذه النشرة، لربما هذه حوصلة للأوضاع داخل مدينة سرت، وأيضا لربما نشرات قادمة سوف نتحدث أكثر عن الوضع العسكري والقدمي في مدينة سرت. العسكري بعد قرابة 50 كيلومتر، والخدمي نحن متواجدين في سرت لتغطية جميع المناطق. شكرا لك وشكرا للزملاء، وإليكم صوت والصورة.